ثقافيا، أطلق مساء أمس عمدة بلدية الدائرة السادسة نيلديتا ألارينجار أطلق فعاليات مهرجان سمحة للموضة في دورته السابعة، وذلك بمشاركة عدد كبير من دور الموضة من بعض الدول الأفريقية. محمود موسى الفيل. في إطار إبراز مواهب وقدرات الشعب التشادي في الجانب الثقافي والإبداعي والذي يتمثل في المسرح والفنون والتطريز والحرف اليدوية، فضلا عن الرقصات الشعبية والألعاب الفولكلورية المتنوعة، جاء تنظيم مهرجان سمحة الثقافي في دورته السابعة، والذي يهدف إلى إبراز القدرات والمواهب الثقافية والفنية، وذلك بهدف إلمام بعض الشعوب في دول العالم خاصة الأفريقية منها بأن تشاد دولة تتمتع بثقافات متعددة وتراث أصيل. أهدفنا في فيستيفال للناس آخر كل يشوفوا تشاد، للناس يخلوا مولي تشاد. شوفت الناس عزمنا من دار آخر يجوا يشوفوا في تشاد، عندنا بناويت، عندنا تاير خيوط، عندنا الناس أقدر يكريي إيفن مال كبير. الدكتور دول عندنا، فوتبالور دول عندنا، الناس يخيط كل عندنا. ده بس غاني سيفضل فيستيفال. إن مثل هذه الأنشطة تؤكد مدى اهتمام السلطات العليا في الدولة في هذا القطاع والرقي بالشأن الثقافي الذي يعكس الواقع الحقيقي للبلاد. هذا وللمعلومية فإن مهرجان سمحة الثقافي بدأ تنظيمه في العام 2011 في العاصمة أنجمينا، ويشارك في هذه الدورة 8 دول أفريقية وهي ساحل العاج وبنين وغانا والمغرب والكاميرون والسنغال، بالإضافة إلى توغو وتشاد الدولة المضيفة. وتستمر فعاليات المهرجان 3 أيام على التوالي، يتم من خلالها عروض مختلفة للدول المشاركة في الفنون والتراث الشعبي لكل دولة على حدة. بهذا الخبر الثقافي مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.